سر الوجود كلمة البدء كان كلمة المجد في الوجود وفرح الخلود بحر من الحنين بحر من الكلام يفيض باليقين يفيض بالسلام الحياة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كلمة حلقة تأتي بموازاة من كم هائل جدا من التغيير في الشارع العربي أو بالأصح في منارة الشارع العربي بالذات في جمهورية مصر العربية أرحب في البدء فضيل الدكتور سلمى العود حياك الله يا شيخ مرحبا بكم بالأخوة والأخوات جميعا أرقام هواتفنا هي 01 من المملكة العربية السعودية 01 4459 666 ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966 182 9299 إن شاء الله بعد قليل فهد يعيد علينا الأرقام الحين وقت الحلقة جدا قصير يعني 35 دقيقة أنا شخصيا ليس عندي محاور الشارع هو الذي يتحدث وإذا كان قال وبسولف أنا وياك سواليف ترى فضل الدكتور أحسن. يعني ما عاد الناس كل من استطاع عندما تبدأ تكلم. الاحتجاجات بالعزف تموت القصائد العصماء وبذات أبدأ السالفة من عندك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ما دام أنك بديت بسؤالي فأنا عندي سالفتين بس إذا تسمح لي ودي أبدأ فيها لأنه إحنا مفروض الأسبوع الماضي كان عن المريض نعم والأسبوع هذا يفترض أنه كذلك فأنا حصل موقف يتعلق بالمريض كنت سأتحدث عن زيارة المريض وعيادة المريض وصادف أني كنت سأقول أيضا أنه حتى لو كان المريض لا يعي يحسن زيارته لأن الزيارة هنا تكون إسعافا للأهل ووقوفا معهم حصل قصة شخصية معي هذا الأسبوع حقيقة نشدتني مع أن الحدث السياسي يطغى على كل حديث ولكن لا بأس من إرادها قبل بضعة شهور أحد الشباب أصيب بجلطة مفاجئة ونقل إلى المستشفى وكان في حالة غيبوبة و أشارت عدد من التقارير إلى أنه في حالة موت سريري وطلب مني قريبه وهو أحد تلاميذي أن أزوره فذهبت زرته في المستشفى مستشفى الملك خالد التخصصي ورقيته وقرأت عليه وذهبت قبل أمس اتصلت بتلميذي وأسأله عن الشاب وقال يعني في تحسن ما رأيك أن نزوره وذهبنا لزيارته لما دخلت على هذا الشاب وجدته جالس ويتحدث ولما رآني صرخ وقال فلان أهلا وسهلا يعني كلام طبعا ليس واضحا جدا يختلط البكاء بالضحك ويتحدث باندفاع وبقوة ولكن شيء مدهش الذي أكثر إدهاشا لي أنه قال لي أنا أذكر أنك زرتني وكان غائب عن الوعي والله غائب عن الوعي وعلى الأجهزة ولا يتنفس إلا عن طريق الجهاز والتقارير حتى أرسلت إلى ألمانيا قالوا ما في فائدة ميؤوس منها حالة ميؤوس منها فقال لي أنا أتذكر أنك جيتني وجلست في هذا المكان ورقيتني وكان معك اثنين واحد يشتغل في الجوال يعني كان يعبث بالجوال فشيء يعني غريب جدا يعني يجعل الإنسان دائما يتذكر أن إرادة الله وراء الأشياء التفاصيل الكبيرة والصغيرة يعني عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم الأعجب من هذا أنه ذهبوا به إلى غرفة العناية مرة أخرى هو ذهب إليها كثيرا أثناء الغيبوبة فأول مرة ذهبوا به بعدما أفاق إلى غرفة العناية طفق يقول لهم وين الممرضة عائشة وين الممرضة خديجة الطبيب المسؤول قال له إيش هذا اكتشف أنه فعلا في ممرضة اسمها خديجة واحدة ثانية اسمها عائشة الطبيب يقول أنا لي سنة والله ما أعرف اسمائهم ولا أعرفهم هذا الشاب كان في تلك اللحظة يخزن ويلتقط المعلومات يعني شيء ربما هو فوق التفسير أنا هنا لا أروي قصة عن أحد يعني قصة يعني بنفسي وقفت عليها فهذا يؤكد فعلا
على أهمية وقوف الناس بعضهم مع بعض، احترام المشاعر الإنسانية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته ورحمته، وأنه لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيضا عدم اليأس في مواقف الحياة، والتي منها ما نشاهده الآن في مصر العزيزة على قلوبنا جميعا: لن يغلب الحق طاغوت فلا تهنوا ولو تسلح بالأفلاك والرجم. فعلى الإنسان أن لا يحزن ولا يهن ولا ييأس من روح الله، وأن يؤمن بأنه في النهاية حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته هي التي فيها الخير والبركة وفيها مرد الأمور. على الجانب الآخر، أنا كنت في مصر قبل أسبوع وكان معي كتاب أقرأه، رواية يعني روائي من أمريكا الجنوبية، لكني قرأت في صدر الكتاب قصة عن أحد علماء الإسلام وفيها عبرة أيضا. يقول أنه كان مريض وحضرته الوفاة، فزاره بعض تلاميذه يعودونه وقالوا له: يعني منهم أهم الشيوخ الذين أثروا عليك في حياتك؟ قال: كثير، لو ذهبت عدهم ربما أيام وليالي وأنسى بعضهم. قالوا: اذكر لنا نخبة منهم. قال: أهمهم ثلاثة شيوخ. الشيخ الأول لص، تأخرت في المجيء إلى بيتي ومفتاحي عند الجار ولم أرد أن أطرق عليه فأزعجه، فوجدت رجل يمشي في الشارع. قال: ماذا تريد؟ قلت: أريد أفتح بيتي. فأخرج مفتاحا من جيبه وفتح الباب وقال: تفضل. فدعوته إلى منزلي وقلت: ماذا أنت؟ ما أنت؟ قال: أنا لص، لكن أشفقت عليه بسبب موقفه معي، وجلس عندي شهرا يأتيني كل ليلة، يذهب أول الليل ولما يرجع آخر الليل أقول: ها حصلت شيء؟ قال: لا والله، بس بكرة إن شاء الله. يقول: تعلمت منه الصبر وعدم اليأس، وأن يكون عندي إيمان بالله وانتظار. هذا لص ينتظر ربما يعني أحدا يغفل عن حقه. الشيخ الثاني الذي تعلمت منه يقول: كان كلبا، هذا الكلب عطشان وجاء بسرعة إلى النهر ليشرب، وكلما اقترب وجد كلبا آخر في النهر فتراجع، في الأخير شدة العطش حملته على أن يهجم بقوة وتناسى هذا، وبمجرد ما هجم اكتشف بأن هذا الذي رآه في النهر هو صورته وليس كلب آخر وشرب. طبعا هو يأخذ من هذا درسا أيضا، أن الخوف أحيانا والتردد يمنع الإنسان من الإقدام والوصول إلى ما يهدف، فإذا أقدم وجد الأمور هينة وسهلة. الشيخ الثالث يقول أنه يعني طفل صغير أو ولد كان يمشي ومعه شمعة مضاءة، ففي الليل خاف، يقول أطفال صغار يعني يعبثون بالنار وكذا، قالوا: يا ابني، من أضى هذه الشمعة؟ من أوقدها؟ قال: أنا. قال: طيب، قبل أن توقدها أين كانت هذه النار؟ فيقول: نفخ الطفل هذه الشمعة وأطفأها وسأل، وقال: أنا يا شيخ أريد أن أسألك الآن أين ذهبت هذه النار؟ فيقول: استحييت من نفسي. هنا طبعا أدرك شمعة الحكمة الربانية التي تكون في قلوب الحكماء والمبصرين. طيب، ما على مدار العشرة أيام الماضية، ما الذي علمك أيضا شيخ الشارع المصري، حراك الشارع المصري، كيف علمك أنت هذا الدكتور؟ يعني أحد الشيوخ في 70 من عمره ويتكلم يقول: هؤلاء العيال هم كانوا أحسن مننا، وكثير ما شاهدنا في القنوات الفضائية. طبعا من الواضح جدا أن هذا الحراك هو حراك الإعلام الجديد، حراك التويتر والفيسبوك والتواصل الإعلامي. هؤلاء الشباب الذين الحكومة تثني عليهم والشارع يثني عليهم والنخب تثني عليهم، هم سبقوا الأحزاب الرسمية وسبقوا النخب في الوصول إلى الشارع وفي المطالبة بحقوقهم. هم أثبتوا قدرا كبيرا جدا من الانضباط خلال المظاهرات التي وصلت إلى يمكن 6 ملايين في أحد في الجمعة الماضية، ومع ذلك كان حراكا منضبطا وقدرة هائلة على التنظيم. هناك دهشة، أنا لاحظت كثير من القنوات الفضائية التي تتحدث بالعربية بما فيها قنوات غربية مثل البي بي سي وغيرها، يعني تبدي انبهارا وإعجابا بالانضباط. هنا تلاحظ أن هناك حالة من الوعي عند هؤلاء الشباب، وحالة من الحراك المنظم المنضبط، وحالة من صناعة معادلة جديدة لا تقوم على الرعب والخوف أو تصنعها أجهزة الأمن، وإنما تقوم على الاحترام وتقوم على الشراكة وتقوم على المطالبة العادلة والعاقلة بالحقوق. الحقيقة أن مصر بلد هائل وضخم وكبير جدا وقيادي في العالم الإسلامي، وفعلا يعني لما يقول مصر أم الدنيا، فمصر هي يعني طليعة العالم العربي على وجه الخصوص، وهي بوابته الضخمة. ولذلك فالحق أن يعني لا تستغرب هذا الاهتمام الضخم في الشارع وفي الإعلام
فيما يحدث في مصر، مع أنه ما حدث في تونس كان هو الشرارة وهي بداية يعني غير عادية وغير متوقعة، لكن أيضا الذي حدث في مصر وإن كان لم يصل إلى ذروته الآن، لم يصل إلى نهايته، ولكن الكل يتفاعل معه، بدأ وكأن الناس كلهم، وهم فعلا كلهم أصبحوا مصريين، أصبح كل عربي وكل مسلم أصبح مصريا في هذه الأيام، يده على مصر وعلى مستقبل مصر وعلى هؤلاء الشباب الذين هم صنعوا نموذجا. وأنا أقول إن كل مخلص لمصر بغض النظر عن موقعه يجب أن يدرك أن حراك هؤلاء الشباب هو حراك ناضج وراقي وموضوعي، وينبغي أن نكون جميعا معه ولا نسمح بأن يعني اختطف من أي طرف كان، وكذلك لا نسمح بأن يتم الاعتداء عليه بواسطة مثل ما رأينا قبل كم يوم ما يمكن تسميته بموقعة الجمل، لما رأينا أنه الخيول والبغال والحمير يعني تهجم على هؤلاء الشباب العزل الأبرياء وكأننا أمام الفيسبوك في مواجهة الحمار، يعني الماضي في مواجهة الحاضر والمستقبل. كان قرارا ساذجا الحقيقة، ربما حرس قديم، أو ربما الناس يهمهم مصلحة معينة، أو ربما الناس يهمهم شغب معين. المهم أنه كان قرارا ساذجا جدا أساء الحقيقة للموقف الحكومة أكثر من كونه خدم. لكن نرجع إلى قضية أصلا، أظن أنه فعلا أساء بغض النظر عن ما الذي يهدف إليه، لأنه قد كان يتوقع أنه ممكن يشغل الناس بقضاياهم بدلا من الحالة الاحتفالية في ميدان التحرير. كان الناس يعني إيش ما يكون باحتفالية، الحريم والأطفال والرجال جميعا، فبعد هذا أصبح هناك جرحى وأصبح هناك قتلى وصار في حالة من الاكتئاب، وأيضا بدأ عند يعني عند البعض كما لو كان الشعب المصري يقتل بعضه بعضا، وكأن هناك رسالة تريد أن تقول للعالم إن هذا الشعب لا يستحق الحرية أو الديمقراطية فهو يقتل بعضه بعضا، لكن هذه الرسالة لم تنجح بدون شك. يعني في المقابل على مستوى الثورات عموما وعلى مدى التاريخ، الحراك السنني يقول أنه لا يوجد شارع منطقي، بمعنى أنه قد يبدأ الشارع بعبارات جميلة جدا لكن نهاياته غير معلومة. هذا السؤال اللي نسأله، لا يوجد شعارات واضحة جدا، حتى شعار قضية إسقاط الرئيس، هو الحقيقة أنه لو سقط الرئيس أنت أمام نظام، منظومة نظام معين، يعني ما الذي قد يفيد قضية أنه شعارات ضد شخص معين؟ أنا اللي ودي أصل لونه، هل هنالك برأيك فضيلة الدكتور مفاهيم معينة يريد أن يصل لها الشارع حتى نكون ونحن نراقب وبترقب كبير جدا وبخوف واثقين من النهايات، أم أن المسألة الله أعلم بنهاياتها؟ هو شوف، أنا أريد أن أؤكد على نقطة وهي قضية الفرق بين الجيل الماضي والجيل الحاضر في هذا المكان نفسه. مرات عديدة تكلمنا عن التفاوت بين الأجيال، واضح أن جيل 80 و90 لم يفهم جيدا جيل التين إيج 15 و20، واضح جدا هناك فجوة ضخمة حتى في الخطاب السياسي، يعني الخطابات تأتي ضعيفة، تأتي متأخرة، وحتى حينما يقول رئيس ما فهمتكم لا يكون فهمهم جيدا، ويكون هذا الخطاب متأخرا عما كان يجب أن يحدث. الحراك مثل ما تفضلت أنت أنه الحراك الشارعي يتطور أيضا، حتى مطالبه وذروته ترتفع، وأحداث معينة يراد لها أن تجهضه ربما تكون سببا في ارتفاع وتيرته وذروته وكسب مزيد من التعاطف سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. فأنا هنا أقول إن من المهم جدا أن ندرك هذه القضية، الفجوة ما بين وضع أو تاريخ وعمر سياسي ربما يكون في عداد الماضي انتهى، وما بين أجيال جديدة. في مصر 60 يعني تقريبا بالمئة من الشباب، تخيل أن هناك 40 مليون شاب، وهؤلاء الناس تولد لديهم قدر من الوعي وقدر من النضج والعالم الافتراضي، تويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية ليس فقط ساهمت أو سهلت عملية التواصل معهم كأحزاب قوية جدا ومتواصلة جدا، وإنما هي ساهمت في صناعة قدر من النضج الحقوقي والسياسي والرغبة في المشاركة عندهم بشكل كبير الواقع غير قادر على استيعابه. فأنا أعتقد أنه دائما تأتي الخطابات متأخرة، ومع ذلك أنا أعتقد أنه لا يلزم، إحنا لسنا محللين سياسيين بطبيعة الحال، ولكن إحنا نتكلم كأناس يهمهم الحفاظ على وضع مصر وعلى بقائها، ولا تنزلق إلى أي حالة من الفوضى، وألا تذهب أيضا إلى حزب معين يتكرر فيه نفس المشكلات السابقة. هل يمكن يعني هل يمكن أن يعي مثلا هؤلاء الناس؟ طبعا المتظاهرون بدأوا بداية رائعة جدا الحقيقة، صارت يعني فعلا محط اهتمام وإشادة الجميع، لكن أقصد هل يمكن نعي جميعا
أن القمع أو الاستبداد هي ثقافة مجتمع أكثر من كونه مرصودة بشخص يسمى الطاغية أحياناً ويسمى الجبار ويسمى الدكتاتور. بس هل نقول, هل نستطيع نقول أخي فهد أنه نحن أمام لحظة تاريخية حط بين قوسين؟ هل لأنه ثقافة المجتمع هذه بالتأكيد أنها تتغير وتنمو وتتطير, يعني ليست قدراً مقدورة أو ضربة لازب أو حتماً لا يزول. فهذه هل نستطيع أن نقول أن ما رأيناه في مصر يعبر عن أن ثقافة المجتمع قد تغيرت وتحولت بشكل أو بآخر, وأنه أصبح هناك استحقاق معين تتم المطالبة به لتغيير هذه الأوضاع؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني بمعنى أنا أريد أن أقول شيء آخر, أنه ترى دائما الثورات ليست تحصل كما يتوقع الناس حينما يكونون في الحضيض. يعني الذين في غاية الفقر والبؤس غالبا لا يثورون, مسحوقون للنهاية. الأفضل وقت لنشوء خميرة الثورات وظهورها هو الوقت الذي تبدأ فيها الأمور بالتحسن, وهذا معروف تاريخيا. حتى الثورة الفرنسية سبقها 20 سنة, يقول المؤرخون إنها أفضل 20 سنة في تاريخ فرنسا خلال 3 قرون, وكأنها مهدت للثورة. وحقيقة هذا الخيط يعني أنا أريد أن ألتقطه, لأنه نحن هنا لسنا محللين سياسيين نريد أن نتحدث عما يقع في مصر, وأيضا لسنا في مقام الإملاء على الشعب المصري وعلى الشباب المصري. الشباب المصري حتى الأحزاب المصرية والتجمعات والجماعات ليست هي المعبرة الحقيقة. أنا اليوم سمعت أنه مشكلوا لجنة سموها لجنة الحكماء من نفس المحتجين تتفاوض مع الحكومة ومع الأطراف المختلفة, وأعتقد أنه مع الوقت يكون هناك نضج في الحديث في التعبير عنهم. جميل. لسنا في مقام الذي يملي عليهم, ولا أن يتحدث بلسانهم. كلماتهم أبلغ من كلماتنا, مواقفهم أبلغ من أي تعبير آخر. أنا أعتقد أن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلتقطه هنا هو الحديث عن حراك آخر. يعني بعد تونس جاءت مصر, لم يكن أحد يتوقع ما يجري في مصر. حتى في مصر كانوا يقولون مصر ليست هي تونس, وهذه هي الشعار الذي نسمعه دائما, شعار الخصوصية, وسمعناه من أكثر من حاكم ورئيس عربي, أنه مثلا نحن لسنا ذلك البلد, نحن لنا خصوصية معينة. هذا يدل على أننا لم نفهم الدرس جيدا, وأن الإنسان هو الإنسان. عفوا فضيل الدكتور, فعلا في خصوصية, بس يمكن نسبيا, يعني إن لا نبالغ فيها. فعلا مصر ليست تونس. أنا أقصد أنه مصر ليست تونس, وبالتأكيد إحنا قلنا هذا في الأسبوع الماضي نصا, أنه قد لا تكون مصر هي تونس. لكن تنوعت الأسباب والموت واحد. يعني أنه هناك عوامل, بمعنى أن الإنسان هو الإنسان, حاجات الإنسان, تطلعاته, أشواقه, مطالبته بالحقوق, تنامي وعي الإنسان, إحساس هذا الإنسان. يعني الإنسان واحد في أي بلد كان. ومن هنا أنا أقول إن مجرد الاعتصام بقضية الخصوصية أو اعتقاد أن لكل بلد ظروفه الخاصة التي أدت إلى ما أدت إليه, أو مثلا تسيير أحيانا كنوع من الوهم أو صناعة الوهم ثم تقبله, تسيير مجموعات ومسيرات مؤيدة لهذا النظام أو ذاك في الشوارع, ترفع الصور وترفع الأعلام وكأنها أبلغ رد على عالم افتراضي يحاول أن يتحرك في بلد أو آخر. ومثل ذلك أيضا أنه لما تطول الأحداث يصبح هناك نوع من التأقلم معها وعدم اعتقاد انتقال جذوتها أو شرارتها إلى بلد آخر. أنا بل ربما أحيانا أقول, يخطر في بالي خاطر, هل الذي يحدث في مصر الآن صراع داخل مصر ذاتها, أم أن هناك قوة أخرى أصبحت يعني مصرة على بقاء الأوضاع لأنها تخشى أن تنتقل الشرارة؟ هذه أيضا مشكلة أخرى في هذا الموضوع. فأنا أعتقد أن أي بلد آخر, ولا داعي لأن نعدد قائمة الدول العربية أو خريطة الدول العربية, أنه بحاجة إلى أن يقتبس هذه القصة وأن يثور من داخله على أسباب الثورة كما عبر الدكتور سعد مطر في مقال له. يعني معنى أن هناك أسباب معينة ربما تثير حنق الناس. لماذا لا يبادر العرب في كل بلادهم بالثورة عليها بشكل صحيح, بمعنى أنه يتم تصحيح الأوضاع, نشر العدالة, إعطاء الناس الحريات, ترتيب الأولويات, إقالة مسؤولين إذا كانوا يتحملون أخطاء معينة, تعيين أناس قابلين للمحاسبة والمساءلة وحتى العقاب إذا ثبت أنهم مخطئون. أعتقد أن المسابقة, أن أكثر من بلد عربي يمكن أن يقتبس ذلك, بدلا من أن ينتظر حتى تقع الواقعة وتنتقل هذه الشرارة إلى الشارع
ويبدأ يسمع هتافات بالسقوط، والشارع ربما يطور مطالبه كما لاحظت أنت. صحيح. يعني أنه ربما مع الوقت وكذا تصبح مطالبه تتطور ويصعب عليها الرجوع عنها، أو ليس لديه القدرة أو الاستعداد للرجوع عنها، ويصعب الحل صراحة. وقد يتعقد الحل. بدلا من ذلك هناك إمكانية كبيرة، وأنت في فترة الرخاء الآن، أن تقوم ب ولا داعي لأن نكون مأخوذين بأن يقال والله تأثر مصر، إلا نحن نقول تفاعلا مع ما يحدث في مصر، لماذا لا تغير كثير من الأنظمة والسياسات العربية طريقة تعاطيها مع الناس؟ لماذا لا تدرك بأن القبضة الأمنية واليد الحديدية لم تعد هي المؤثرة، وأن الناس ربما لم يعد يخيفهم مثل هذا الأمر بقدر ما يمكن يعني تأليفهم بالحب، بالاستماع إليهم، بالاعتراف بهم، بالتجاوب مع حقوقهم، بالحوار في وقته المناسب؟ هذا الذي أريد أن أقوله، أنه إذا استوعبنا الدرس قبل أن تلحم الأمور، أعتقد نكون بذلك قدمنا خدمة كبيرة لأنفسنا ولأوطاننا. جميل. إذن أنت إن شاء الله متفائل على قضية أنه هذا الحدث الذي صار في مصر، نحن متفائلون بالنسبة لمصر أنه سينتهي إلى خير، معرفتنا بأهلنا وإخواننا في مصر أنه سينتهي بإذن الله إلى خير. والله إن شاء الله. وأنا بالمناسبة أنا حقيقة أنا أدعو وأؤكد على جميع أخواني الذي يستمعون وأخواتي أن يبتهلوا ويتضرعوا إلى الله العظيم الذي يعرفون أن مقاليد الأمور بيده، أن يحفظ مصر وشعب مصر وأمن مصر وحاضر مصر ومستقبلها، وأن يجعل عواقب هذه الأحداث التي تقع إلى خير وإلى عافية وإلى وضع أفضل، لأن مصر إذا تحسنت أوضاعها من ناحية الحريات والحقوق والانضباط، وربما هذا بالتأكيد سيرافقه قدر من الجفوة. أنا لا أريد أن أقول أن تدخل مصر في حرب مع إسرائيل، ولكن أن لا تستمر بالاستسلام لمخططات السلام المهينة التي فرضت عليها في ظروف صعبة، وأصبحت مصر محتاجة إلى أن تستأذن إسرائيل حتى في بضعة جنود ترسلهم إلى سيناء. فأنا أعتقد أنه سيكون هناك أشياء عديدة إيجابية لصالح الشعب المصري نفسه، قدر من الاعتراف بالحقوق والانضباط، مع أنني أؤمن أنه هذا الحدث أو غيره ليس عبارة عن انقلاب على الأوضاع القائمة والأوضاع الموجودة، فكثير من هذه الأوضاع هي مستتبة ومستقرة، وأعتقد أن الناس بحاجة إلى شيء اسمه الحريات، أن يحصل الناس على حرياتهم، حرياتهم في تشكيل الأحزاب، حرياتهم الانتخابات التي تعلن. ومثل ما قلت لك أنه دائما الثورات تكون في وقت ربما الأمور فيه تميل إلى التحسن. يعني شوف الآن مثلا الناس بدأوا يقولون طيب إذا كانت الانتخابات مزورة كما صار الاعتراف، لماذا تم الإعلان عنها في الماضي؟ إذا كان هؤلاء الناس الذين منعوا من السفر الآن وجمدت أرصدتهم فاسدين ومفسدين، لماذا تم التستر عليهم؟ إذا كان تعيين نائب للرئيس ضروري من 30 سنة، لماذا لم يتم إلى الآن؟ إذا كان صغير الحكومة، فبدأت أسئلة كثيرة تثور، وكلما تقدم يعني إصلاحا يبدأ الناس يتساءلون لماذا لم يأتي إلا الآن. جميل. وهي الأسئلة اللي صارت إجاباتها تقليدية الآن، لأنه يعني خرج أصلا قادة الحزب الحاكم وقالوا أنه الماضي كان خطأ وأنه بنصحها بصرف النظر عن مصداقية هذه الوعود. لكن أنا أقصد أن المسألة ليست مرتبطة بشخص، الإصرار على أنه يسقط فلان ليست المسألة مرتبطة فيه. فأنا برأيي أن القضية مرتبطة بما يعني لو تفت في الشعارات لما هو أشمل كان أفضل حتى تؤتي الثورة ثمارها. أنا أعجبني كثيرا تصريح رئيس الوزراء أمس عندما اعتذر عما حدث يوم أمس الأول، وقال في أخطاء صارت في ميدان التحرير ونعتذر، نعتذر لإخواننا المواطنين. أن يعني يتكلم رئيس التحرير وأنا من رئيس الوزراء غير مسؤول وأنا أعتذر عن هذا الموضوع وأعد أن لا يتحقق، هذه بادرة إيجابية. لا يتكرر هذه بادرة إيجابية، هذا على الأقل أنها تقطع الطريق. لكن يدلك على اضطراب في الحراك أنه أمس في مقابلة مع قناة أمريكية جاء تصريح من الرئيس بأنه يحمل الإخوان المسلمين مسؤولية ما حدث، وأيضا جاءت تصريحات وأنه يعني القصة اشتباكات بين طرفين، مما يدل على أنه تصريح رئيس الوزراء يعني ربما يكون مبادرة جيدة شخصية وشخصية من عنده هو، ولا شك أنه هذا التصريح جيد. ولكن أنا أريد أن أقول شيئا، أنه الحراك إذا حدث أحيانا يكون موجه يعني ضد أشخاص يعتبرهم هم رمز لما يعانيه، بمعنى أن الأشخاص الذين كان هؤلاء الشباب يعتقدون بأنه يفترض أن يكونوا هم قادتهم إلى الوعي، إلى التنمية، إلى الرقي، إلى الحرية، إلى الحضارة، إلى انتخابات نزيهة، إلى شفافية، إلى محاربة الفساد، أنهم لم يكونوا أمناء على هذه الرسالة، أو أنهم يرون أنهم قادوهم إلى ضدها. فهنا رجل الشارع العادي من الشباب تشبث بأسماء معينة وأصبح الحراك متوجه إليها. ولذلك أنا هنا أرجع أقول يعني لا داعي للإصرار على
أسماء معينة، خاصة إذا تخيلنا أن القصة هي فقط قصة فترة وجيزة جدا يعني. نعم. فأظن أن هذا سيساهم في قضية الحل، مع أنه يعني اعتذار انسحاب الرئيس لا أعتقد أنه يعني ليس هو النهاية، ليس هو النهاية. وأيضا تخيل أنه الذي حصل في ميدان التحرير قبل يومين، وفي يعني سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى وبطريقة ربما بدائية تنتمي إلى الماضي وليس إلى الحاضر، وشوهت صورة هذا الحراك الشارع الهادي الناضج، أعتقد أنه هذا لو وقع في بلد نزيه وحر بغض النظر عن كل ما جرى خلال 30 سنة، أعتقد أنه مجرد الذي حدث في ميدان التحرير كان كفيلا بإسقاط حكومات وبتغيير الموازين يعني. طيب باقي عندي 10 دقائق الحقيقة، وعندي متصلين أسف الحقيقة وقت الحلقة. عبد الله من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم شيخ سلمان. عليكم السلام ورحمة الله. عندي موقف سريع وقصة سريعة. تفضل. الموقف وهو أنه سبحان الله قبل 3 أسابيع كنت أتناقش مع الوالد الله يحفظه، والشيخ سلمان يعرفه لكن لا تهم الأسماء، فكان كنت بقول له يعني بعد أحداث تونس قلت له سبحان الله أتوقع أنه حيصير في مصر زي ما صار في تونس، فالوالد قال لي لا ومصر يعني تختلف تماما وكذا، لكن مرت 3 أسابيع وصار ما صار. هذا الموقف. القصة وهي قصة لكاتب سعودي من ميدان التحرير قبل يومين أو قبل يوم، الكاتب اللي هو نواف القديمي، فكان موجود في ميدان التحرير وطبعا حاول يدخل لكن ما قدر لوجود البلطجية، فمثل أنه مع البلطجية ودار هذا الحوار وهذا الموقف، وأتمنى الشيخ سلمان يعلق عليه. كان بيقول إن واحد من البلطجية كان بيقول للثاني، لزميله البلطجي الثاني، كان بيقول له إنه نحن في دول كثير واقفة معانا والسعودية واقفة معانا، فأتمنى يا شيخ سلمان إنه توجه كلمة للمسؤولين في السعودية إنهم يراجعوا مواقفهم وسياساتهم في المنطقة وما يدور، خصوصا بعد أحداث جدة مثلا كان في هوليكوبتر نزلت في إحدى الجامعات وأخذت إحدى البنات، فنحن جزء من المنطقة يا شيخ سلمان. يعني ما أدري السعودية يعني دولة كبيرة ولها مواقفها المفروض يعني ما يعني تعليق. طيب طيب عبد الله واضح الصورة، أنا بنعلق عليها إن شاء الله. أديب أو أبو فهد، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي تعليق من الأسبوع الماضي على استغراب فضيلة الشيخ. أنا لاني في مقام الشيخ لا تدين ولا نزكي أنفسنا عند الله ولا علما، لكن عندي تعليق الله يسلمك. تفضل. الشيخ استغرب إجارة المملكة العربية السعودية للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأنا أذكر الشيخ والشيخ أكيد يتذكر أن كلنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما دخل مكة وكان أبو سفيان وزين العابدين بن علي مهما كانت أخطاء لا يرقى إلى أبو سفيان أيام الشرك ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، وهذا تأصيل للاستجارة من أخلاق العرب للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمملكة العربية السعودية سياستها ثابتة في إجارة أي مسلم من أيام رشيد علي الكيلاني وستستمر. أما الشيء الثاني اللي لاحظته اليوم، فالشيخ القرضاوي أمس بدأ في تأصيل منهج الإخوان في مصر، وأخشى ما أخشاه أن بعض المشايخ في المملكة العربية السعودية يستغلون الموقف لتأصيل منهج الإخوان وأربع بالشيخ عن ذلك، لكن هذا رأيي والشيخ يحترم اختلاف الآراء. وأقول أن منهج الإخوان سيستمر من تركيا الآن ومطالبات الرئيس الوزراء التركي إلى الشيخ القرضاوي، وسيستمر أعوذ بالله من شره، ونرجو من الله الأمن والأمان في المملكة. وأسألك يا شيخ بالله أن تكون دائما تدعو لولي الأمر بالصلاح، وأريد أن أسمع منك وأن نؤمن عليها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله يا أبو فهد، شكرا لك. وسام من السويد، ليت يكون آخر اتصال عندي. فحسام تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألكم السؤال بالنسبة للموضوع اللي فتحتوها، يعني كثير مهم جدا، بس لكن هو سؤال باختصار، يعني هل هذا اللي بيصير علامات من يوم القيامة الكبرى أو لا؟ والسلام عليكم ورحمة شكراً. الله ما بدنا نطول عليكم. شكرا وسام. خينا يعني كل الأسئلة هذه يبدو أنه إجاباتها طويلة يا شيخ، عشان نختصر عليها. عبد الله من بريطانيا، أولا يقول أنه حديثه ما بينه وبين والده أنه مصر هي تونس، هذا تحدثنا فيه في البداية، أو مصر ليست تونس. أي فقط أنا أذكر بقصة أنه كان رجل يعني يكره الموت، فدائما يقالوا له فلان مات، قال إيش مات؟ قالوا مثلا سقط من نخلة، قال الحمد لله أنا ما أرقى النخل.
فإذا قالوا آخر غرق في البحر قال أنا أصلا ما أركب البحر وهكذا. في مرة من المرات قالوا له فلان مات على فراشه، يعني قال هذه اللي فر منها خف منها يعني. فأنا هنا أريد أن أقول أنه الأسباب قد تتغير من بلد الآخر، لكن ينبغي أن نراعي أن هناك متغيرات ضخمة جدا في العالم اليوم بسبب الإعلام الجديد، بسبب تنامي الوعي، بسبب الانفتاح، بسبب الفضائيات. ولذلك تلاحظ اختلاف آراء الناس واختلاف مفاهيمهم وتضاربهم في أشياء كثيرة جدا. ومن هنا فإن القدرة على استيعاب الناس أنا أعتقد أنه مبدأ ضروري جدا، والوعي بالمشكلة قبل حصولها والقدرة على حلها أيضا هو شيء ضروري، بحيث لا يكون الإنسان يكون يعني يقع في المشكلة ثم يبحث لها عن حل، وإنما يحاول أن يتلافاها قبل حصولها يعني. وكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج أحيانا. يتحدث بما يسوقه عن يعني عن أناس أو عن حوار معين كان يعني يتحدثون فيها موقف المملكة العربية السعودية من مصر. هو موضوع البلطجية أنا صرت أسمع الكلمة دي كثير يعني، أنت فهد تتردد على مصر وش تاني البلطجية يعني. خلاص صارت المصطلح لوحدي في المظاهرات يعني. إيه الله سيدخل القاموس يعني. صحيح البلطجية ما قبل المظاهرات غير المظاهرات. أي أنا أقول يا أخ عبد الله، طبعا هذا البلطجي الذي سمعه أخونا نواف ليس ناطقا رسميا باسم حكومة مصر ولا باسم السعودية، ولذلك يعني كلامه لا يعدو أن يكون مجرد قراءة لخبر منشور في شريط ربما قناة فضائية يعني، ليس أكثر يعني. أما الشائعات اللي تحدث عنها في حنا سمعنا شائعات الحقيقة، ولكن الإنسان يعني أيضا لا يذهب وراء الشائعات كثيرا، وإنما يعني يقتصر على القدر الميداني الموجود المشاهد يعني. أبو فهد من السعودية يتحدث عن كلامك فضيلة الدكتور الأسبوع الماضي حول موقفك من إجازة أو إجارة السعودية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. نعم هو يعني الإنسان طبعا أبو فهد قال يعني وجهات النظر اختلاف الآراء، وأرجو أنه فعلا أستوعب ويستوعب هو وجميعا أنه هذه الاختلافات طبيعية، وحتى مع الإخلاص وافتراض الإخلاص في الجميع والنية الطيبة مع ذلك يقع الخطأ مني ومن أبو فهد ومن الثاني والثالث، ويقع الاختلاف الذي لا يمكن تحديد المخطئ والمصيب. أنا أرى أنه فيما يتعلق بمسألة الإجارة لا يمكن إطلاقها على 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 طبعا قصة أبو سفيان هذه قصة خاصة في حالة حرب معينة، وأبو سفيان خرج من الكفر ودخل في الإسلام وذهبوا فأنتم الطلقاء، وهو معنى في الجملة نحن نشير إليه ونشيد به حتى في أوضاع تغيرت ألا تتحول إلى تصفية حسابات مع الآخرين أو إلى حالة من الارتكاس على الماضي يعني، وللعدو الهارب ابن جسرا كما يقال. ولكني أعتقد أيضا أنه نحن نحفظ نصوص كثيرة لو أردنا يعني نناقش موضوع أبو فهد في المنع من إيواء المحدثين، ونحفظ أيضا يعني أو نعرف أنه في الواقع العالم في العالم اليوم في كثير من الحالات ربما نحن نحتج على دول لأنها آوت فلان المعارضة أو آوت الجبهة المعارضة أو آوت مثلا الحركة المعارضة التي ربما نعتقد أن يكون وراءها ما وراءها من المقاصد والأهداف السياسية، بحيث أنه لا يمكن نحن نمضي إلى ما لا نهاية في فكرة أنه أي شخص يمكن أن يجار يعني. هناك خاصة أنه حقيقة تونس ليست من الدول ذات العلاقة الوثيقة مع السعودية، وفي أيام الكويت والعراق كانت الصحف التونسية يعني تشن حملة على دول الخليج وتكتب بالخط العريض صواريخ صدام تصيب إسرائيل ودولا أخرى. عنده نقطة أخرى تعليقه أيضا على خطبة منهج الإخوان. طبعا أنا أؤكد أنه لا الإخوان ولا غيرهم في مصر هم الذين يعني يملكون الساحة. الإخوان نسبة معينة موجودة في مصر، والنظام نفسه اعترف بوجودها فهو يعني يطلب منها الحوار الآن في هذه المرحلة، ولكن تظل هذه الحركة مثلها مثل أي حزب آخر من الأحزاب الموجودة في مصر، لها نسبة معينة ولها حضور بدرجة معينة، فليست هي التي تحرك الشارع، وهم نفسهم اعترفوا بذلك. والذي يشاهد القنوات الفضائية يلاحظ أنه الحراك اليوم، أنا قبل أتيك أشاهد هدى شعراوي وهي أبعد ما تكون عن الخط الإسلامي تماما يعني، وتتكلم بلغة يعني غير عادية يعني، وهناك يعني السياسيون وهناك الإعلاميون والصحفيون، بل هناك دوائر كثيرة جدا من داخل الحزب الحاكم ومن الأزهر ومن الجهات المختلفة، هناك حراك شعبي ما هو محسوب على أحد ولا ينسب لجهة معينة. الإخوان أنا أقول الإخوان هم مواطنون في مصر أو في أي بلد آخر، لهم نفس الحقوق التي لغيرهم، ليس من حقنا أن نلغي وجودهم أو نعتبر أنهم لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها سواهم. وفي الوقت ذاته
لا يمكن أن يكون الإخوان هم البديل مثلا أو هم الفئة التي تحاول أن تتحدث باسم الناس. يعني الشيخ يوسف القرضاوي، أنا ما سمعت طبعا الكلام اللي يقوله أبو فهد، ولكن من الواضح جدا أن الشيخ يتحدث بروح شبابية، وربما لأنه يشعر أن مصر بلده، ولذلك هو يخاطب الشباب بلغة معينة ويتحدث باللغة التي يعني يراها الشيخ. لا أعتقد أن الشيخ هنا يتحدث باسم الإخوان، هو في الواقع أن الشيخ يعني له صفة شخصية مستقلة، يعني وإن كان هو تربيته إخوانية وعلاقته معهم، ولكنه ليس قياديا ولا ناطق باسمهم. يعني هو في الحقيقة نحن يعني يمكن متفقون كلنا فضل الدكتور أن الإفراط أيضا في تدين السياسة أو تسييس التدين ليس مصالح أحد، سواء جاء من الإخوان أو من غير الإخوان. هو نعم، أنا أقول هذا الحراك يجب أن يظل حراكا شعبيا، حراكا شبابيا، ألا يوظف، لأنه إذا دخلت فيه الإيديولوجيا بدأ هذا الحراك يعني إما أن يتخوف منه الأعداء ويتخوف منه الآخرون، أو بدأ يذهب عن صبغته العفوية أو صبغته العادية إلى أن يكون مدروسا أو مرتبا أو مخططا من جهة من الجهات. في 15 ثانية، وسام من السويد، هل هي من علامات يوم القيامة؟ الله أعلم، يعني علامات القيامة لا شك أنه كثرة الاختلافات بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قال: ما تأمرني؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على أمري خاصتك، فإن من ورائكم أيام الصبر، إلى آخر الحديث المعروف. أشكر لك فضيلة الدكتور سامي العودة، كنا معكم وظل الأحداث الجارية في مصر، صلى الله عز وجل أن يتنزل برحمته على أخوتنا الموجودين بالذات في هذا اليوم الذي تنادوا له، وأن يمضيه بسلام، وأن يحقق أهداف الجميع لما فيه المصلحة العليا لمصر ولجميع البلاد العربية. دمتم بخير والسلام عليكم. سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة كلمة، البرنامج برعاية